نتابع آخر المستجدات فيما يتعلق بوباء كورونا مع شبكة مراسلين ينضم إلينا من أكسفورد في بريطانيا زاهر عمرين، من بروكسل لبيب فهمي، أيضا من الدوحة وهيبة بوحليس، من بغداد ضياء الناصري، من القدس أمير الخطيب، ومن إسطنبول عدنان جان. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك زاهر. جامعة أكسفورد تشرع بإجراء أولى تجارب سريرية على اللقاح الجديد، هذه بريقة أمل ربما في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى لقاح. هل من تفاصيل جديدة لديك زاهر؟ نعم جمال، في الواقع بدأت اليوم أولى مراحل هذه التجربة العلمية إن صح التعبير، التي تستهدف حوالي 510 أشخاص من المتطوعين أعمارهم تتراوح بين 18 عاما و55 عاما. في المرحلة التالية ستزداد الأعداد وتتسع طبعا الشريحة العمرية بحسب النتائج، لكن على العموم هنالك تفاؤل كبير في أوساط العلماء من جهة، وفي أوساط أيضا السلطات الصحية والسياسية، ذلك بأن الفريق الذي يعمل على هذا اللقاح وذات الفريق الذي حقق نجاحات سابقة أبرزها اللقاح المتعلق بحمى البحر الأبيض التنفسية، حيث اتبع ذات المنهج العلمي المتبع، وهو إعادة تركيب أجزاء من الفيروس بطريقة مخبرية وإعادة حقن أو تطعيم الأشخاص بها. ومن ثم أيضا هنالك الدعم السياسي الكبير الذي يتلقاه هذا الفريق، تلقى حوالي 22 مليون جنيه استرليني كمنحة من الحكومة، وهنالك أيضا الكثير من التنسيق بشأنه مع الجهات الصحية التي تقول بأنها تتابع يوما بيوم النتائج التي يصل إليها. أيضا الحكومة تحاول التوصل إلى طريقة علمية أخرى من أجل محاصرة فيروس كورونا، ربما ليس عن طريق اللقاح ولا الدواء، بل عن طريق برنامج قدمت له اليوم، يسمى يحاول تتبع شبكة العدوى التي يسببها الفيروس. أرسل رسائل لعشرات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة للمشاركة بهذا البرنامج، وتم تخصيص حوالي 18,000 متطوع من أجله، يحاولون دائما التوصل إلى الطرق التي يتحرك فيها الفيروس داخل المجتمعات وفي المنازل من أجل محاصرته في المرحلة اللاحقة ولمنع وصول بريطانيا إلى ذروة ثانية. ونذكر طبعا أن بريطانيا الآن بحسب المسؤولين الصحيين تعيش ذروة انتشار الوباء، ومن المتوقع أن تبدأ الأرقام بالانخفاض بعض الشيء خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا لك زاهر، ابقى معنا. أذهب إلى لبيب فهمي في بروكسل. لبيب، تحديات أيضا وتداعيات اقتصادية ومالية كبيرة لعملية الإغلاق المتواصلة في دول عديدة من بينها أوروبا طبعا، وقمة منتظرة عبر الأنترنت لقادة الاتحاد الأوروبي. ماذا في أجندة هذه القمة، وهل من مؤشرات ربما لإمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بهذه أو حزمة المساعدات المالية؟ جمال، تعقد ندوة صحفية خلال ثواني من الآن، يبدو أن القمة انتهت الآن، والقمة كان على جدول أعمالها ربما مقترح وحيد كما قلت في التقديم، يتعلق بمقترح من المفوضية الأوروبية بتخصيص آلية أو خطة يمكن إطلاق عليها خطة مارشال، أي الخطة التي أعادت بناء الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الخطة التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء اقتصادات الدول الأوروبية المتضررة جراء أزمة كورونا. لكن حتى الآن، حتى قبل هذه الندوة الصحفية التي قد تبدأ في بعض اللحظات كما قلت، لم يكن هناك أي اتفاق بين الدول الأعضاء، بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب المتضررة أكثر من كورونا فيروس، والتي الدول الغنية التي تعتبر بأن دول الجنوب ليست ملتزمة بإعداد جيد لميزانيتها، وبالتالي لا تريد مساعدتها بأكثر مما قدمته حتى الآن. هناك مساعدات قدمها الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 1,000 مليار يورو، سواء للشركات أو القطاعات المتضررة أو العمال الذين فقدوا أعمالهم. والدول الغنية مثل ألمانيا تقول أن باستعدادها زيادة الدعم، لكن لا يمكن أن تعتمد هذه الآلية الجديدة المقترحة سوى إذا تأكدت من كيفية استعمال هذه الأموال، لأن هذا يعني أن الأموال ستستعمل خلال السنوات المقبلة، خلال الميزانية المقبلة، أي على مدى 5 سنوات. والدول الغنية لا تريد أن
أن تتحمل هي عبء مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية في السنوات المقبلة. إذن هناك شرخ بين الدول الغنية والدول الفقيرة، أو ليس الفقيرة ولكن الدول الجنوبية في أوروبا. نعم. هذا الشرخ يحاول القادة الأوروبيون اليوم هذا الشرخ على الأقل إنقاذ أوروبا وإنقاذ صورة أوروبا أمام المواطنين ومبادئها. التحديات هي نفسها أيضا في الولايات المتحدة. أذهب إلى نبيل بن سعد في نيويورك. نبيل، يعني الأرقام تقول عدد طالبي المساعدات في الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد ارتفع إلى قرابة 4.5 مليون، والعديد من الولايات في الجنوب وفي الغرب تعتزم إعادة فتح اقتصادها يعني قريبا. لا أعلم إذا نبيل معنا. نبيل لم ينضم إلينا حتى الآن بانتظار العودة إليه. أذهب إلى وهيبة بوحليس في قطر. وهيبة، أيضا ارتفاع عدد المصابين في قطر ارتفاع كبير لليوم الثاني على التوالي، لو تضعين وهيبة في إطار آخر الأرقام وأيضا الجهود الحكومية لمقاومة ومواجهة انتشار الفيروس في قطر. نعم جمال، دعني أولا أبدأ بهذا الخبر المهم. منذ تقريبا حوالي ساعة تم الإعلان، وزارة الأوقاف أعلنت أن غدا هو أول أيام رمضان هنا في قطر، وبهذه المناسبة سيلقي أمير قطر كلمة بهذا الخصوص. ربما سيتطرق في هذه الكلمة للوضع العام هنا في قطر، وعن ما حدث أو سيحدث أو عن الإجراءات العامة هنا في قطر. نعم، هناك ارتفاع حقيقة مستمر في نسبة الإصابات، 623 هي إصابات اليوم، 61 حالة شفاء، 0 حالة وفيات. هذه إحصائيات اليوم. طبعا عدد الفحوصات التي بدأت أو التي لهذا اليوم كانت حوالي 3400 فحص وأكثر من ذلك بقليل. العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الأزمة تجاوز 7700 شخص. حالة الوفيات طبعا صفر، وارتفع عدد الوفيات منذ أيام قليلة إلى 10 وفيات فقط. يجدر الذكر أن الدكتور عبد اللطيف الخال وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد 19 صرح منذ تقريبا يوم أو يومين قائلا إلى أن الأزمة أو أزمة ارتفاع الأعداد ستستمر إلى شهر 5، ربما شهر 5 هو الشهر الذي ستكون فيه الأعداد أكثر من ذلك، أي أن شهر 5 هو الذروة الحقيقية وليس الآن. كما أفاد أيضا أنه أي إجراء يتم التهاون فيه هنا في قطر فيما يخص الإجراءات الوقائية سيحدث موجة أخرى هنا في قطر من الإصابات الجديدة، لكن أكد على أن قطر تستطيع أن تستوعب أعداد كبيرة في علاج هذا الوباء. وأكد أيضا أن هناك 20 حالة تحسنت حالاتهم بشكل كبير جدا. نعم. وقد كانوا في الإنعاش بعد تلقيم علاج خاص بالبلازما. بالنسبة للاستعدادات هنا وأساليب الوقاية، طبعا صدر مرسوم وبيان عن وزارة أو عن رئاسة الوزراء أنه يجب لبس القفازات والكمامات في كل المجمعات الخاصة، وأيضا في الأماكن التي يتم منها شراء الأغراض الغذائية خصوصا مع اقتراب أو مع دخول رمضان. وأيضا لا زال هناك التباعد الاجتماعي، لا زالت هناك الإجراءات هي تخفيف عدد ساعات العمل إلى 4 ساعات عمل هنا في الدوحة بالنسبة للقطاع الحكومي وست ساعات للقطاع الخاص. الإجراءات هي نفسها ولم يستثنى. شكرا. أي وزارة أو أي شركة هنا في قطر. شكرا له. نعم. وهيبة، أذهب إلى ضياء الناصري في بغداد. إجراءات ربما مماثلة أيضا في العراق لمواجهة تفشي الفيروس، إطلاق سراح الألاف من الموقوفين، ولكن على الطرف الآخر أيضا في النجف اليوم 9 حالات جديدة وهو رقم يعني كبير في يوم واحد. نتابع معك آخر المستجدات ضياء في العراق. نعم، بعد رفع الحظر الجزئي رفع الحظر التجوال بشكل جزئي على المناطق اليوم الثاني أو الثالث على التوالي،
تغيرت الأرقام بشكل ملحوظ بعد أن وصلت إلى 18 قبل 3 أيام عدد المصابين باليوم الواحد، وتقريبا 53 شخص يتماثلون للشفاء. اليوم رأينا أعدادا معاكسة تماما، وصل العدد إلى 46 مصابا في يوم واحد، منها 9 كما ذكرت في النجف، وحوالي 17 حالة في بغداد. وأيضا اللافت أن عدد الإصابات قبل رفع حظر التجوال كانت انحصرت في 3 محافظات فقط، أما اليوم وصلت إلى 9 محافظات. هذا ربما يفسر الحذر أو القلق الذي أبدته منظمة الصحة العالمية عن طريقة رفع الحظر الجزئي، وأيضا يعني الازدحامات الهائلة التي حصلت عند بعض مراكز التسوق أو الأماكن العامة استعدادا ربما لشهر رمضان، ولكن لم يراعى فيها يعني الحالة التي طلب من المواطنين الابتعاد عن البعض أو عدم التجمع في أماكن العامة. هذه الأرقام اليوم أعادت القلق بشكل واضح إلى الواجهة. رأيت قبل قليل التزام أو ربما تجديد من جانب القوات الأمنية على حظر التجوال بعد الساعة 7 كما كان مقررا، وأيضا اليوم سمعنا تصريح لوزير الصحة كان يتحدث عن احتمالية تعديل ربما يطرأ على موضوع رفع حظر التجوال في معظم المناطق العراقية. شكرا لك ضياء. ابقى معنا، أذهب إلى أمير الخطيب في القدس. أمير، كانت هناك اتهامات فلسطينية خلال الأيام الماضية لإسرائيل بالتهاون في متابعة تفشي الوباء وعدم القيام بالاختبارات اللازمة حتى داخل السجون والمعتقلات لدى الأسرى الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت اليوم الحكومة الإسرائيلية تقوم وتصادق على تقييد الحركة داخل والتنقل في ساعات الليل في شهر رمضان، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس. ما التفاصيل لديك في هذا الموضوع أمير؟ نعم جمال، في حين تتجه إسرائيل إلى رفع القيود عن حركة أو حرية التنقل ورفع التقييدات أيضا عن القطاعات الاقتصادية والعمل ورفع بالتالي نسبة التشغيل، دخل إلى حيز التنفيذ منذ أكثر من ساعتين تقريبا بتوقيت مدينة القدس عند الساعة 6 مساء، أو دخلت التقييدات الجديدة إلى حيز التنفيذ، والتي تنص وتتحدث عن إغلاق عام في البلدات العربية وفي المجتمع العربي الفلسطيني، والذي ينص على إغلاق المحال التجارية بشكل عام من جانب، ومنع التجمعات والصلوات أيضا كصلوات التراويح وصلوات الجمعة خلال كل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في فلسطين يوم غد. هذه القرارات إذن تأتي جمال بالتزامن مع ارتفاع كبير لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر. نحن نتحدث اليوم عن تقريبا 727 إصابة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 20% تقريبا. يعني كل هذه التقييدات تأتي بالتوازي مع هذه المعطيات الجديدة. نشير إلى أن هذا العدد من الإصابات هو من مجمل الإصابات داخل الخط الأخضر، والتي تصل إلى 14592 إصابة بفيروس كورونا. لكن السؤال هنا جمال عن كيفية فرض هذه التقييدات، عن كيفية فرض هذا الإغلاق في البلدات وفي المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر. هل ستستعمل إسرائيل نفس الوسائل التي فرضت فيها الإغلاق على مناطق وعلى مدن وعلى بلدات كان يقطنها اليهود المتدينون والمتزمتون والمعروفون بأعداد إصابات جدا كبيرة، أم ستستعمل ربما وسائل وطرق أكثر عنفا؟ وللمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر تاريخ حافل مع المؤسسة الإسرائيلية وأجهزة الشرطة الإسرائيلية، العنف من قبل الشرطة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب والمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر. بالفعل هو سؤال مطروح، ما هي الآلية التي ستعتمدها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الحظر، وما هي المناطق أيضا التي ستطبق فيها هذا الحظر؟ شكرا لك أمير، ابقى معنا. أختم معك عدنان جان من إسطنبول. حظر شامل للتجوال أيضا في تركيا يبدأ اليوم لمدة 4 أيام، والجهود التركية لإجلاء الأتراك العالقين في الخارج لا تزال متواصلة أيضا، وفي نفس الوقت ارتفاع كبير أيضا لأعداد الإصابات، 115 إصابة
وفاة جديدة اليوم في تركيا عدنان. بالفعل جمال، قبل دقائق وزير الصحة التركي أعلن عن عدد جديد الوفيات، حيث قال بأن 115 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تركيا إلى 2491 شخصا. أيضا تم تسجيل 3116 إصابة جديدة، وبذلك تكون تركيا تخطت حاجز 100,000 إصابة بهذا الفيروس. طبعا بالتوازي مع هذه الأخبار المحزنة، هناك أيضا بعض الأخبار الإيجابية التي تحدث عنها وزير الصحة، وقال بأن هناك حالات تعافي اليوم بلغت 2014 حالة تعافوا من هذا الفيروس، و يرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في تركيا إلى 18,491 شخصا. طبعا الإجراءات ما زالت متواصلة، حظر للتجوال لمدة 4 أيام في 31 ولاية تركية للحد من انتشار هذا الوباء، لا سيما هنا في مدينة إسطنبول التي سجلت أعلى المعدلات سواء في الوفيات أو في الإصابات، وبالتالي ربما جميع أنظار وجهود الحكومات تصب على هذه المدينة التي شملها اليوم حظر التجوال. بالتوازي مع كل ذلك جمال، خلال شهر رمضان الذي يدخل غدا الجمعة هنا في تركيا، سوف يكون هناك مزيد من الإجراءات الحكومية، سواء تلك المتعلقة بمنع إقامة مواد الإفطار الجماعية التي كانت تشهدها الكثير من المدن التركية، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء. تركيا تقول بأنه في حال تم الالتزام بهذه الإجراءات فإن تركيا قد ترفع الحظر المفروض مع نهاية شهر رمضان، وأردوغان قال بأن عيد الفطر سوف يكون عيدين في تركيا، ملمحا إلى أنه سوف يتم عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في حال تم الالتزام بكل هذه الإجراءات. أيضا عمليات الإجلاء جمال ما زالت متواصلة، خلال الأسابيع الماضية تم إجلاء نحو 32,000 مواطن تركي من 72 دولة، خلال الأيام القليلة الماضية تم مواصلة عمليات الإجلاء من السعودية من الأردن، وأيضا خلال الأيام المقبلة سوف يتم إجلاء أكثر من 400 مواطن تركي من روسيا، وجميع هؤلاء تركيا تقول بأنه يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19. شكرا لك، أشكر كل شبكة مراسلين حول العالم لهذه التغطية، ودمتم سالمين.